طيب في لعبه جديده، لعبه جديده انشئت اسمها البدل. اللعبه دي عباره عن ايه؟ عباره عن مزيج ما بين التنس والسكواش. احنا دايما بنجيب لكم الجديد، ده يمكن اخر خبر معانا، نحب نجيب لكم دايما الاخبار الجديده. عندنا الخبر بيقول 66 لاعب ولاعبه يشاركون في بطوله نيس الدوليه للبدل. بطوله نيس الدوليه للبدل اتلعبت في مدينه الشروق في الفتره من 24 لحتى 26 فبراير اللي احنا فيه. دي طبعا اللعبه اهي، اللعبه الجديده، مزيج ما بين التنس والسكواش اللي احنا فيه، وشارك فيها 66 لاعب ولاعبه. اللعيبه دول كانوا 44 لاعب و22 بنت او لاعبه، وكان فيهم لعيبه كتير اجانب، وده من ضمن ايجابيه البطوله انها تزود مستوى لعبتنا، وكمان بتاكد بلد الامن والامان مصر. طبعا شايفين اللعبه، احنا بنجيب لكم الجديد، بنجيب لكم الجديد طبعا. واللعبه دي لعبه شيقه جدا جدا جدا. لعبه البدل زي ما قلت لحضراتكم هي مزيج من الاسكواش وان هي والتنس، وان هي بتبهر الشباب بشكل كبير في الايام اللي فاتت، ومش بعيد نشوفها دور لعبه اولمبيه، ما يعني ملهاش مقاييس. اللعبه هي ميكس زي ما قلت لحضراتكم، وبتتلعب بشكل زوجي، وبقى ليها انتشار كبير حوالين العالم. كاميرا الابطال كانت موجوده في ختام البطوله اللي اتعمل امبارح، عملنا تقييد نتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع تاني. تاني بطوله دوليه يعتبر احنا بننظمها، وطبعا حابب اشكر مهندس احمد غتواري ان هو رئيس الاتحاد تحت التاسيس بتاع البادل، ان هو عارف ان السنه دي ان شاء الله في بلان ان يبقى في 8 بطولات دوليه. احنا هنا في الشروق بنستضيف فيهم اول واحده، هي دي اقل كاتيجوري يعتبر في البطولات الدوليه، بتوتال برايز ماني 2500 يورو. شارك عندنا حوالي 20 فريق، منهم اربع فرق اجانب من اسبانيا وارجنتين والامارات. ده زي ما قلت لك بيدينا اكسبوجر حلو قوي ان احنا نحتك بالناس اللي بتلعب الرياضه بقالها سنين زي اسبانيا وارجنتين، وان شاء الله يكون دي بدايه لسبع بطولات كمان اقوى من هنا ان شاء الله بكتير. يعني انا بقالي سنه يعني بلعب بادل، وقبليها من وانا عندي خمس سنين بلعب تنس في النادي الاهلي، وكنت كوتش تنس اربع سنين في النادي الاهلي برضو. فبس فيعني بعد التنس بقى خلاص دلوقتي ما بقتش قوي بلعب تنس، بلعب بس قليل. فصاحبتي قالت لي متين جرب بادل مش عارفه ايه، بس فبقينا دلوقتي بنلعب بطولات، وعندنا بطوله افريقيه ان شاء الله. فيعني دلوقتي بادل از على طول يعني جزء من حياتي دلوقتي. يعني بطوله حلوه قوي، دي تاني بطوله عالميه تتعمل في مصر، والبطولات دلوقتي بتزيد قوي. احنا السنه دي تقريبا في 8 بطولات عالميه تتعمل في مصر، وده بيشجع قوي طبعا اللعبه وتطور اللعبه. الاوريدي اللعبه بتتطور بشكل رهيب في البلد. طبعا لما الناس تعرف انه في بطولات عالميه تعرف انه اللعبه دي هتكمل، ما هياش ترند وهيخلص او كده. فده بيشجع الناس تتمرن، بيشجع الناس تتحسن وتلعب اكتر، مش تنزل ان هي تلعب فور فن وتبطل. البطوله دي هي يعني اول بطوله من مجموعه بطولات دوليه هتتنظم في مصر ان شاء الله السنه دي. الهدف منها هو ان احنا ندي فرصه للاعبينا ان هم يحتكوا بخبرات دوليه، من ضمن خطة الاتحاد اللي هي انتشار باللعبة، وإن شاء الله جعل مصر واجهة لرياضة البادل في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. احنا وصلنا فاينل أنا والبارتنر بتاعتي، وطبعا دي أول بطولة دولية البادل تعمل في مصر إن احنا نكمبيت فيها، فدي حاجة طبعا بسطانة جدا. وهنقابل تيم قوي قوي في الفاينل، هم بيمرنوا عجاز في أبو ظبي، بيلعبوا بادل من زمان جدا، اي ثينك هم من سبين. فاحنا مبسوطين ان احنا نلعب ناس مختلفه، عشان دايما في البطولات هنا بنلعب نفس الناس، لوكال تورنمنتس وكل الكلام ده، بس اتليست المره دي احنا فيري اكسايت ان احنا نلعب ناس مختلفه ونشوف كمان ليفل مختلف. البطوله دي اول اف اي بي بطوله دوليه في مصر السنه دي، بطوله طبعا مستضيفها بادل بود من اكبر شركات البادل في مصر. بطوله حلوه قوي ان احنا نبتدي السنه، نبتدي يبقى عندنا نقط ونبقى عندنا ترتيب دولي. فبطوله بصراحه التنظيم وكل حاجه لا كويس قوي قوي قوي.